أنا كان عندي اكتئاب، عشت فترة صعبة أوي، كنت حاسس إني ضعيف وفاشل ومقدرش أعمل أي حاجة، كنت حاسس إن روحي بقت فاضية ومفيش أي معنى ولا أهمية لحياتي. أهملت كل حاجة، شغلي، أهلي، خطيبتي اللي بحبها، دايما كنت عايز أقعد لوحدي، مكنتش قادر أواجه أي حد، وحتى أقول اللي جوايا، بطلت آكل تقريبا، بقيت بدخن كتير أوي، كان نفسي أموت عشان أخلص من اللي أنا فيه. غادة خطيبتي حاولت كتير معايا، حاولت تحتويني، تساعدني، بس أنا كنت بهرب منها. كنت بحس إن حبنا ده وهم ملوش قيمة، واني لازم افوق منه. كنت بتعمد اعملها وحش لحد ما زي يكون مسلم. دلوقتي فاتت شهور وانا بقيت احسن كتير وخرجت من ازمتي، بس حاسس ان انا محتاج لها، حاسس انه ضيعتها من ايدي. كتير بنضيع حاجات في حياتنا، بيبقى صعب اوي نعوضها. نفسي اقابلها عشان اقول لها ان حياتي من غيرها ملهاش اي قيمة، وانا محتاج لها اوي، حقيقي بحبها.